الخماسية تعاود حراكها لإخراج الملف الرئاسي من عنق زجاجة. عاود سفراء اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالشأن اللبناني اجتماعاتهم. أكدت مصادر دبلوماسية اطلعت على اللقاء للشرق الأوسط إن السفراء وضعوا بعضهم بعضا في جو ما خلصت إليه جولاتهم السابقة مع القيادات اللبنانية، واتفقوا على أن يواصلوا هذه الجولات في الأيام والأسابيع المقبلة. وأكد المصدر أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت خلال الشهر الحالي أو كحد أقصى مطلع الشهر المقبل. رجحت مصادر معنية بالملف الرئاسي أن يبدأ السفراء قريبا حراكهم على القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية كل على حدة، لافتة في تصريح للشرق الأوسط إلى أن ذلك لا يعني أنها تحمل طرحا جديدا تروج له. وبحسب المعلومات لم يطلب السفراء بعد أي لقاء لا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. إلى الأنباء الكويتية. نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مرجع نيابي معارض قوله إنه من الواضح أن التحريك الأساسي للملف الرئاسي في لبنان يأتي من محورين رئيسيين، الأول الولايات المتحدة والمحور الثاني هو إيران. تشير المعطيات إلى أن حزب الله الذي يعد حليف إيران الأبرز في لبنان أصبح أكثر تشددا في موقفه الرئاسي عن السابق. هذا التشدد قد يكون انعكاسا لقراءة الحزب أن الملف الرئاسي أصبح ورقة ضغط لا يمكن التنازل عنها بسهولة. إلى ذلك أفادت صحيفة الأنباء بأن زوار الصرح البطريركي ينقلون عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن همه الأول مثل الفاتيكان إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت. وأضاف الزوار وبينهم مرشحون جديون للرئاسة وفق الصحيفة لا معطيات لدى البطريرك الراعي بشأن حصول انفراج ما. وشدد الزوار على أن الراعي لا يعترض على وصول رئيس تيار المرادة الوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة. إلى منشات المدن، الأمريكيون يحذرون ويضغطون صفقة بشروط نتنياهو أو حرب شاملة. في إطار الوساطات والمساعي أعلن عن تحديد مواعيد رسمية للقاءات سيعقدها المبعوث الأمريكي آموس أوكستين مع المسؤولين الإسرائيليين يوم الاثنين المقبل. حجم الضغط الأمريكي هو الذي دفع الإسرائيليين لتحديد مواعيد لهوكستين. ليس هوكستين هو القناة الوحيدة المعتمدة أمريكيا مع إسرائيل تجاه الملف اللبناني، بل هناك قنوات عديدة أبرزها البنتاغون والجيش الأمريكي. وأحد أبرز الرسائل الرافضة للتصعيد كانت بسحب حاملتي الطائرات وعدد من البوارج الحربية من المنطقة. يحمل هوكستين تحذيرات كثيرة للإسرائيليين من مخاطر انفجار الصراع، كما أنه يحاول تقديم مغريات كثيرة تتصل بفوائد الحل الدبلوماسي. يوصل الأمريكيون المزيد من رسائل التحذير والتخويف للإسرائيليين، أبرزها حجم الخسائر التي ستلحق بإسرائيل من جراء اندلاع الحرب مع حزب الله. جهات دولية ودبلوماسية قرأت التهديدات الإسرائيلية بأنها عناصر ضغط جديدة على إيران وحزب الله ومن خلالهما على حماس للقبول بالصفقة وفق الشروط الإسرائيلية، وفي حال عدم الموافقة فهو سيواصل الضغط على الأمريكيين لاستدراجهم إلى حرب إقليمية. نختم مع لبنان ديبيت. تيمور يطلق طوفان اجتثاث حرس الاشتراكي القديم. انتهى زمن مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي هشام نصر الدين بعد عدة عقود أمضاها في ظلال المختارة متنقلا بين المناصب القيادية. وبعدما كان يمن النفس بخروج مشرف من أوسع الأبواب وتقاعد مريح بعد سنوات من النضال، خرج نصر الدين من الباب الخلفي الصغير بمرسوم خطه رئيس الحزب الحالي تيمور جملاط. ميزان الذهب يبدو أنه لم يفي بكيل ميزان الثقة الجملاطية، فمنذ سنوات يحاول الظهور بمظهر صانع انتصارات الحزب الاشتراكي في الانتخابات بحكم موقعه ومقدما نفسه على أنه الوحيد الذي يستطيع أن يأمر وينهي. مفوض الداخلية المعزول لم يكن على علاقة جيدة بتيمور جملاط. تراكمت أخطاء نصر الدين وأدت إلى تسرب حزبي من صفوف الاشتراكي خصوصا في الفئات الشبابية لصالح المجتمع المدني. وعلى هذا المنوال من المتوقع أن يكمل النائب تيمور جملاط مشوار التخلص من الحرس القديم الذي لا يزال البعض منه يتبوأ مراكز قيادية، وأصبح هؤلاء أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستقالة والخروج المشرف وإما الالتحاق بمفوض الداخلية على الطريقة الجملاطية ومن الباب الضيق.